قديم الزمان كان هناك شاب اسمه علاء الدين، وكان هذا الشاب من عائلة فقيرة. وكان عم علاء الدين كان شخصية أنانية ولا يحب إلا نفسه. وفي يوم من الأيام ذهب علاء الدين مع عمه للبحث عن الكنز في المغارة، وطلب عمه منه أن ينزل إلى المغارة ويحضر الكنوز التي بداخلها. كان علاء الدين كان خائفا جدا، وفجأة أقفل الباب المغارة. وحاول عم علاء الدين لفتح الباب ولكن لم يستطع، فتركه ولم يهتم لأمره. حبس علاء الدين بالمغارة، وبينما كان يتمشى بين الكنوز لفت انتباهه مصباح قديم جدا، فمسكه ومسح عنه الغبار، فإذا المصباح يهتز ويخرج منه مارد كبير وضخم جدا. كده يا حبايبي حلوين تنتهي قصتنا النهاردة، والحلقة الجاية هنشوف حصل ايه لعلاء الدين مع المارد. ما تنسوش يا اصحابي اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكوا كل جديد. مع السلامة.